فما تصويرة في اللي سمينا ما ذكرتهاش مثلا، واللي هي الأحب إلى قلبك اللي هي تفكر أبو مازن قلناه، صدام حسين قلناه هي. في تونس شخصية هي. أخرى أنت تحبها ياسر عبير موسي. عبير موسي بشو نعشقها كما أعشق الله عز وجل. نفس العشق، نفس العشق قريب تعبدها معنا. أي على خطر راجل وهي مع رجل وهي مرة، راجل وهي مرة، قلت رجل حتى مش لاغمة، مش لاغمة. أي هي ما بتوع عندها 10 سنين ما خرجتش من مسار متاعها، وما قلبتش الفيستا، وما تبعتش، وما فركستش المناصب، وما فركستش الامتيازات، وكلات طريحة وما سلمتش، وما سلمتش، وحد حد ما خذلها حقها. المفروض سيدة رئيس هذوما في الحملة متاعك سيدة رئيس، هذوما اللي ضرب عبير موسي، ما ضرب ما أخطأنا من عبير موسي، يزمو يتوقف ويزمو يتحاسب. أعشقها كما أعشق الله، كلمة قوية شوي. واعي بها مختارت ليلي؟ إي بيسير. واعي بها؟ واعي بها بيسير. ومتأكد؟ عمي ثاني سنة شو واعي، ما أنا في غيبوبة أنا توا. تبارك الله، من بعد ما تتدمش معناها ما تجيك الصدمة كي يكفروك ولا حاجة من بعد على الكلمة. علاش يكفروا فيا؟ إي مازالوا اللي كفروا حيين؟ ما عادش فما اللي كفروا إحنا كفرناهم. لا إحنا كفرناهم. باهي مختارت ليلي مرة أخرى نحييك على صراحتك، وقاعد تقول تو في كلام يمكن مش يصدم الناس. أنت بيدك ممكن تتسائل منين نعرف المعلومات هذيا من دارك الداخل. هذه الأخرانية بالأخص، هذه الأخرانية بالأخص. غدوة 14 فيفري شنو يعني لك؟ عيد الحب. برافو عليك. مدرب آخر يقول لي النهائي تاع تونس والمغرب، أنت عيد الحب. عيد الحب كيفاش يحتفل بيه مخترت ليلي؟ يجيب أول حاجة يجيب كادو سيدونا، سيدونا اللي هي عشيرتك وربي يطول في عمرها، وبنت خالي. إيه؟ قداش احنا انا بطيت الركوع في العلاقه الزوجيه، انا عانست عام 69. تبارك الله. احنا قداش توا عندنا؟ 22 توا 2022. شي قش من عام؟ فوق 53 سنة. هكا ولا لا؟ 53 سنه وانا متزوج بنت خالي، والحمد لله ربي بقى لنا ست. بارك الله. ونهز هك تعشى، تعمل عشاء اون امورو. اي بيان سور، لا اون فامي. اوكي اون فامي اون فامي. يقول كلام حلو مخترت ليلي لزوجتك، خاطر انا نعرف مخترت ليلي مش برشا، مش برشا ما نقول كلام حلو لزوجتي، مش برشا ونعمل برشا حاجات حلوه ونمشي مليح. اي تمشي مليح، تمشي مليح. عندك هديه واحده. اي هديه واحده. اي تمدها لزوجتك ولا لعبير موسي؟ ما نجمش نمد العبير موسي قبل زوجتي، أم ولدي أنا. عشق في مثابة عشق. وقفت معايا، وقفت معايا، ما أخرى ما تقفش معايا، وقفت معايا، واللي عديته مني أنا ومن صعبي ومن مشاكلي.